يجيبوا الحوايج المستعمله وتنصبغهم حنايا بالالوان اللي كيبغي الكليان. حد ما كيكون عنده السروال ابيض ولا غري ولا فشيلو اللي ما كيعجبوش وكيجيبوه كنصوبوه له حنايا في اللون اللي كيبغيه هو، المارو الكحل الكري الزرق، المهم اللون اللي كيبغي الكليان كنصوبوه له حنايا بالالوان. كاين الالوان الطبيعيه وكاين الالوان الشيميك، داكشي على حساب اللي كيبغي الكليان. هاد الصناعه هادي راه يعني الا ما كانتش الوزاره ديال الصناعه التقليديه غادي تشوف بعين الاعتبار ديال هاد الصناعه راه غادي تنقار. التصنيع ملي كيبقى خدام في واحد المهنه ما عندوش مدخول، ما كيضطر يمشي يبيع ويشري، المهم يبدل الحرفه، ما كيبقاش في ديك الحرفه ديال الصناعه التقليديه حيت ما كاينش شي مدخول ولا شي حاجه اللي غادي يدير فيها الامان من بعد منين يكبر ويتزوج ويدير الاولاد، وما كاينش ما كيشوفش شي مستقبل قدامه اللي غادي يرتاحو. هاد الوضعيه هادي كيجيبوا الصابره مصبوغه والصوفة مصبوغه والحرير مصبوغ والشعره مصبوغه، تيجيبوها من على برا. لو كانت الدوله باغيه هاد الصناعه هادي تطبقها غادي نقولوا ماشي ما تدخلش، تدخل واحد الكميه، واحد الكميه تصنع هنايا باش هذيك الصنايعي غيشوف راسو راه كيخدم يوميا وتيصور وعنده مستقبل وكيرتاح وعايش ولادو عايش معاهم مرتاحين، كاين لا دعم ولا حتى شي حاجه. يعني ما كاينش شي واحد اللي كيشوف بهاد الشيء هذا ولا يشوف صناعي ولا، يعني دابا كل واحد تيشوف غير مصلحه لراسو، الدوله تتشوف مصلحه لراسها والمواطن تيشوف مصلحه لراسو، ويعني اللي في شي قطاع وناجح راه غادي واكل شارب، واللي في شي قطاع ومضرور راه عايش كياكل العصا وصافي.